بعد هذا يقول إذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن، لا يمكن أن المسلم يبغض شيئا من الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. نعم، أوامر الشرع لا بد أن يشرح لها صدرك. نعم، سمع هذا الكلام مني طالب في فرنسا وقال جزاك الله خير، زوجتي تبغض التعدد. يعني هو يقصد أن زوجته كافر. نعم، وقال جزاك الله خير، سمعت هذا الكلام يعني أبحث عن غيرها. نعم، قلنا أخواننا نحن نتعلم حتى نحذر نحذر، أما تكفر لا، هذا ليس عملك. المرأة لا تنكر التعدد، لا تبغض الحكم الشرعي، لكن هي بخلقتها بطبيعتها لا تريد من زوجها أن تتزوج عليها، تحب الزوج تغار، فهي لا تنكر الحكم الشرعي. نعم نعم، إذا لابد نفهم أننا ندرس هذه الأمور من أجل أن نحذر ونحذر الناس، أما الحكم على الأشخاص هذا لكبار العلماء والقضاة الشرعيين. نعم.